حجرة الشيخ حارة تتوسط بلدة أفي بولاية وادي المعاول من الحارات الأثرية العمانية التي تتوزع في ربوع السلطنة، تنسب للشيخ محمد بن بلعرب المعولي، بناها منذ عقود بعيدة، توالت أجيال وتمكنت عوامل الزمن من كثير من معالمها، غير أنها لم تمح اسم مؤسسها الأول، وبقيت معالمها تشكل نمطاً معمارياً تميزت به الحارة العمانية. حجرة الشيخ هي أحد الحارات التاريخية الأثرية الموجودة بولاية وادي المعاول، وتقع في الجنوب الغربي من قرية أفي بهذه الولاية، وتعد قرية أفي هي مركز هذه الولاية. تنظر إليها من عال فكأنما بناء واسع وسط واحة نخيل، تتوزع مبانيها وطرقاتها في مساحة مستطيلة الشكل، يحيط بها سور في كل زاوية من زواياه الأربع برج تهدم أكثرها، والبرج المتبقي بحالة جيدة ذلك الواقع في الشمال الشرقي عند المدخل الحدري كانت تمثل خط الدفاع الأول عن الحارة. ونتوصل من خلال ما ذكره ابن عريق أن عمر هذه القرية يقرب من 3 قرون أو يزيد على ذلك، إذ توفي ابن عريق في سنة 1190 للهجرة. وهناك رواية أخرى تقول بأن مؤسس هذه القرية هو الشيخ محمد بن بلعرب بن عمر بن بلعرب بن سيف بن عمر المعولي، ولكن للتوفيق بين هذه الرواية وبين رواية ابن عريق، حيث أن الشيخ محمد بن بلعرب عاش في القرن 13 الهجري، نقول لعل أن الشيخ محمد بن بلعرب قد جدد بناء هذه المحلة أو الحارة الأثرية على ما هي عليه الآن. تتحكم بمداخل الحارة ومخارجها 3 بوابات، باب الصباح وباب الرماد وباب المجاحيس، كانت محصنة بمدافع كبيرة، لا زال أهالي الحارة يحتفظون بها تزين حارتهم، وكان يسمع دويها حتى وقت قريب أيام المناسبات كقدوم شهر رمضان المبارك وعيدي الفطر والأضحى. نقف الآن أمام هذا المعلم التاريخي من معالم ولاية وادي المعاول في محافظة جنوب الباطنة، والذي هو حارة حجرة الشيخ الذي بناه حسب روايات الأهالي الشيخ محمد بن بلعرب بن عمر المعولي. تحتوي القلعة على عدة أبراج، 4 أبراج رئيسية، تحيط بهذه الأبراج سور عريض للتحصينات الداخلية. تتكون القلعة من عدة معالم أساسية، وهي المسجد والسبلة ومدرسة القرآن وعدد 15 منزل. الزائر لحارة الشيخ يستقبله بابها الرئيس باب الصباح، الذي لا زال معلما بارزا من معالمها بمتانة صناعته وتفاصيل نقوشه على خشب الميرانتي المجلوب من أفريقيا، يقود إلى عمق الحارة حيث الممرات الضيقة والزوايا المتعرجة بين بيوت الطين المتلاصقة والتي يرتفع بعضها لأكثر من طابقين بتفاصيل هندستها البديعة، تقودك إلى عالم تتجسد فيه حميمية المشاعر ودفء العلاقات بين الجيران. آه
بنيت مباني الحارة باستخدام الصاروج العماني والطين والطوب الطيني والأسقف من خشب الساج الأفريقي، وأيضا الأبواب والنوافذ الجميلة التي صممت بأناقة باستخدام الخشب الأفريقي. تدخل إلى الحارة فتكشف لك عن أبرز معالمها. المسجد يتوسط الحارة بأرضيته المرتفعة، تصعد إليه بسلالم عليها بوابة خشبية منقوشة بأشكال زخرفية، تلاصقه مدرسة القرآن الكريم، تلقت فيها أجيال علوم القرآن واللغة والفقه. وغير بعيد السبلة، مجلس عام كان له في هذه الحجرة دور مهم في اجتماع الأهالي في مناسباتهم ومناقشاتهم، وهناك يتعلم الصبية تقاليد آبائهم وأعرافهم الاجتماعية ويتوارثونها. وتتوزع بين هذه المرافق أشجار الصبار المعمرة. في المسجد أيضا محراب يتكون من ثلاثة محاريب داخلية متقوسة على بعضها البعض من الأكبر إلى الأصغر. في المسجد أيضا يوجد بئر ماء يستخدم للوضوء في حالة عدم وجود الفرق في ذلك الوقت، ويوجد أيضا في القلعة أو الحصن مدرسة القرآن الكريم التي تعلم فيها أجدادنا القرآن الكريم واللغة العربية والخط العربي، وكان يدرس فيها الشيخ المعلم ناصر بن سالم المعولي. الحارة كانت نابضة بسكانها حتى أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وهي ليست مهجورة بالكامل، فبعض بيوتها حية بأنفاس أهلها سكنى وزيارة، وامتدت إلى بيوت ومعالم أخرى يد الترميم تعيد إليها رونق ماض ليس ببعيد، وروحا كانت تنافح عنهم الأنواء والأعداء، يد تقودها وزارة التراث والثقافة وجهود المجتمع المحلي. أما فيما يتعلق بالحراك الاجتماعي، فإن وجود المجلس في هذه المحلة ووجود المسجد والمدرسة مدرسة القرآن كان له دوره في ذلك، وأيضا علاقات أهل هذه المحلة بالشخصيات سواء داخل هذه الولاية أو خارجها، من ذلك علاقتهم بالمشايخ الكنود من أهل الغريض بولاية نخل، وكانوا يتبادلون الزيارات فيما بينهم، حتى أن الشيخ سليمان بن مهنا الكندي حفظه الله في رثائه لبعض أعلام هذه المحلة ذكر في قصيدته بعض الأبيات يستذكر تلك الأيام التي كان يزور فيها هذه المحلة مع آبائه ومشايخ الكنود أهل الغريض، حيث جاء في آخر القصيدة أبيات يستذكر فيها تلك الأيام لهم في صميم القلب ذكر يسوده جميل وإحسان، لذا صرت باكيا وإني بذاك الوقت في زمن الصبا، ولكن همي للقراءة ساميا، أبث عباب الشعر في مجلس لهم بحجرة شيخ كنت للشعر راويا. فلج الواشحي يتدفق داخل الحارة من جهتين، يسمع رقرقة مياهه من بالسبلة والمدرسة، وعلى ساقيته مرافق الوضوء قريبا من المسجد، ويمكن الوصول إليها من بوابتين أخريين، حتى يكون الناس قريبين من هذه المرافق في أي جهة كانوا من الحارة. وإلى جانب مياه الفلج كانت الحارة تتزود بمياه ثلاث آبار داخل أسوارها، ليظل شريان الحياة متدفقاً تحت شتى الظروف.